يصنف أعتقد أني أصنف الحب إلى ثلاثة أصناف. أيوة. ضرورة واحتياج وخطأ. جميل. الضرورة بأنك تحب الله عز وجل ورسوله وحب الصحابة والسلف وحب الشرعي الحب إيه وحبك لوالديك وحبك للمسلمين جميعا حب المسلمين حبك لأبنائك يعني هذا أنا أشوف أنه ضرورة. احتياج الاحتياج بقدر بمعنى أنا ممكن أدخل دائرة الصداقة الزوجة هذا الحب فطرة في الإنسان لابد أن يشبعه فأنت أشبع هذا الاحتياج ولا تكثر فيه لا تجعل قلبك مفتوح للجميع فتحب الكل وتبلش في 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 نفسك بعدين أصلاً كل صح. كل دول لأن الحب ترى واجبات عليك وواجبات تستحقها من الآخرين صح. حقوق يعني لك صح. وعليك وهروب الحب الخاطئ اللي يوقعك في مشاكل الحب اللي يورث ذل ومهونة الحب الغير شرعي هذه اللي أصنفها في الحب الخاطئ صح حلو هذا يذكرني أيضا أن نقول لا يعني أن الحب مقابل الكره النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجميع إلى أن يسأل بعض الصحابة من أحب الناس إليك كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يظن أنه أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام فهو يعطي مشاعر للكل بميزانه عليه الصلاة والسلام هو الميزان الشرعي الصحيح الإنساني العظيم الذي لا يوجد أعظم منه في البشر من نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يظن أن هذا يحبه وهذا يحبه وهذا يحبه لكن تجينا أحب الناس إليه فهي عائشة من الرجال قال أبوها هنا في ميزان إذا عندنا صحهم الناس كلهم أحبهم يحبوني ويشعرون بهذا ولا يشعر الناس إن والله هذا يكرهني وهذا ما يحبني وهذا لا ما نبي لا نتكلم عن هذا نتكلم عن الحب الكل اللي يحبني يحبه قدرة عظيمة أبو عادل كيف تشعر الآخرين كلهم بأنك تحبهم هذا لا يعني أنك تغشهم أو تلعب عليهم هذا دليل حبيب. أنك راقي جدا صح. راقي جدا في تعاملك مع الآخرين بحيث أنك لو تقابل شخص في الشارع يشعر بأنك تحبه ليش أنك تعطيه الاهتمام والاحترام وأنك تعطيه التقدير الذي يستحقه وتبتسم له فلذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك هذا الشعور الذي كل من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما سئل أجاب بكل صراحة ووضوح أنا أحب عائشة ثم ذكر أبوها ثم التفصيل هذا يعني أن حتى المراتب الحب لديك لابد أن تكون واضحة عشان تعطي الحقوق التي عليك.